الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. خرج العراق من تصنيف مؤشر التحول في مجال الطاقة لعام 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويقيس مؤشر التحول أداء 115 اقتصادا فيما يخص أنظمة الطاقة الخاصة بهم عبر الأبعاد الثلاثة لمثلث الطاقة والمتمثلة في مؤشر التنمية الاقتصادية والنمو والاستدامة البيئية وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول ومدى استعداد تلك الدول للتحول إلى أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ومعقولة التكلفة، وهو ما لم تستطع الحكومة الحالية تحقيقه في خطة الدولة لإدارة الطاقة في البلاد. دعا وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي أجهزة المسؤولة إلى منع دخول المنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد عدم دخول هذه السلع استهدافا للمنتج الوطني. وأوضح الخفاجي أن بعض المنافذ والسيطرات ثبت فيها عبور كميات من المنتجات الزراعية المهربة مثل الدجاج اللاحم والدجاج الحي والمجمد والمقطعات، فضلا عن عدد من المحاصيل الزراعية ومنها محصول البطاطا. وأكد الخفاجي أن هذه المواد المهربة لا تخضع للفحص المخبري، والتي قد تكون مصابة أو غير صالحة للاستهلاك البشري. أكدت وزارة الكهرباء في العراق أن تراجع ساعات تجهيز الكهرباء خلال الفترة الماضية جاء بسبب انحسار امدادات الغاز الإيراني. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي إن سبب تراجع ساعات تجهيز الكهرباء خلال هذه الأيام يعود لانحسار امدادات الغاز الإيراني التي تشغل محطات توليد الكهرباء، إضافة إلى خروج محطة شرق بغداد عن الخدمة، مبينا أن نقص تجهيز الكهرباء شمل جميع المحافظات. قال سوق العراق للأوراق المالية إنه تم تداول أكثر من 133 مليار سهم بقيمة 84 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الجاري. وبحسب التقرير الذي أصدره سوق العراق للأوراق المالية، فقد نظم خلال الربع الأول من هذا العام 56 جلسة تداول لأسهم الشركات المساهمة، واقتصر التداول على أسهم الشركات المساهمة العراقية لعدم طرح أي أدوات مالية جديدة من قبل الشركات المساهمة أو المؤسسات الحكومية. أكد خبراء اقتصاديون أن توجه الحكومة الحالية في العراق إلى تعويم العملة سيؤدي إلى رفع أسعار الدولار مرة أخرى، وهو ما من شأنه أن يفقد الثقة بالدينار العراقي. بدوره اعتبر وزير المالية علي علاوي أن السعر الحالي للدينار أمام الدولار الأمريكي بعد تخفيض قيمتها سيستمر لفترة طويلة، وربما يحدث في المستقبل تعويم كامل. وأشار إلى أن البنك المركزي سيعمل حاليا للحفاظ على مستوى سعر الصرف الحالي لأطول فترة ممكنة. انخفضت أسعار النفط بعد أن أثرت البيانات زيادة في المخزونات الأمريكية وقلق المستثمرين بشأن التعافي غير المتكافئ في الطلب العالمي. وانخفض خام برنت إلى 65 دولارا فاصل 0.9 سنتا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة. وانخفض الخام الأمريكي إلى 61 دولارا. وأظهرت الأرقام الأمريكية إضافة مفاجئة قدرها 594 ألف برميل إلى المخزونات على مستوى البلاد، وارتفعت منتجات البنزين إلى 8.93 مليون برميل يومياً. ختام الموجز، دمتم بأمان الله.